السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بالتواصل مع حضراتكم، وسعيد جدا بالحدث الجميل اللي بيضم المعماريين، وإن شاء الله تكون بداية انطلاقة كبيرة للعمارة في مصر نتيجة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات، ودي حاجة كويسة جدا. يعني كنت أتمنى أكون موجود في وسطكم، لكن للأسف ظروف السفر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أهم الأسئلة اللي السيل حوالين البيم. معكم عمر سليم، انا شغال في البيم ما يقارب من 12 سنة، وهنتكلم بقى على اهم المشاكل اللي موجودة في قطاع الانشاءات خلال الفترة اللي فاتت. نقدر نقول خلال مثلا ال40 سنة اللي فاتوا حصل تطور رهيب جدا في صناعة السيارات وفي صناعة الموبايلات وصناعة الالعاب وصناعة حاجات كتيرة جدا، ما عدا صناعة الكونستراكشن مفيش تطور. هتلاقي نفس الطرق اللي كنا بنبني فيها من عشرات السنين هي نفس الطرق اللي احنا بنبني بيها، مفيش أي تطور يذكر إلا البيم. هو ده التطور الرهيب من خلال رسائل دكتوراه وماجستير وحاجات علمية، إن البيم هو الحاجة الوحيدة التطور الكبير جدا في صناعة الكونستراكشن. ولو احنا جينا نبص على الانتاجية بتاعت العمال هنلاقي ان في قطاعات كتيرة غير الكونستراكشن في تطور، انما في قطاع الكونستراكشن مفيش اي تطور. نفس طريقة الاداء ونفس الانتاجية اللي بتحصل للأسف مفيش اي تطور، وبنلاقي ان في مشكلة كبيرة اصلا، يعني في فقد كبير جدا للمعلومات اثناء التصميم غير مرحلة الديتيل ديزاين. بنلاقي في فقد كبير جدا في المعلومات، بنلاقي هنا في فجوة معينة إن المعلومات بتتنقل من شخص مسؤول عن حاجة على حاجة تانية، يتم فقد معلومات كتير جدا. المكان اللي بتخزن فيه المعلومات مش مهيأ لذلك، فلذلك بيتم فقد المعلومات. لما تنقل من مرحلة الديتيل ديزاين لمرحلة الكونستراكشن بيتم فقد كبير جدا المعلومات. لما نيجي بقى نخلص كونستراكشن وننقل بقى على مرحلة الاوبريشن او التشغيل، بنلاقي ان ده شخص وده شخص فبيديله كل الملفات اللي عنده مرة واحدة، فالراجل بيتوه فبيتم فقد كبير جدا المعلومات، وبيقعد مثلا سنة على ما يقدر يبقى عنده المعلومات النهائية اللي يقدر ياخد منها المعلومة المظبوطة. دي بعض المشاكل الموجودة في مرحلة الكونستراكشن. خلينا نبص مثلا على حاجة زي كده. تمام، احنا طبعا اغلب الشغل موجود بالاوتوكاد، فلو جات لك لوحه بالشكل دوت مش هنقدر نفهم ايه اللي مطلوب مننا. يعني التفصيله دي محتاجه ان انا ابعت RFI اكتر من مره، يا اخوانا فيدونا بس ايه المطلوب في الحاجه ديت، احنا محتاجين معلومه. فبياخد وقت كتير جدا، ممكن يرد مثلا بعد 10 ايام 20 يوم، بينما مثلا بنت المستشفى كلها في 10 ايام. فدي حاجه لازم نقف عندها، ايه اللي قدروا يعملوه بحيث ان يوفروا الوقت بالشكل ده، يعملوا الغاء للهدر. طيب حاجه مثلا زي ديت، لما تيجي تاخد منها اي قطعه وتبدا تفكر فيها او تيجي تاخد فيها سيكشن، هتلاقي الموضوع مش بالسهوله. حته مثلا زي دي، لو انا قلت لك دي معموله بالبيم وخدها لنا مثلا 2D او هاتها لنا مثلا في الاوتوكاد سيكشن، هتلاقي الموضوع صعب جدا ان اللي هينفذ يفهم اللي بيصمم عايز ايه. فدي مشكله كبيره جدا. حاجه مثلا بالشكل دوت، لما ادينا له تفصيل معين هينفذ بنفس الطريقه، انما لو اديته المعلومه ناقصه ممكن يعمل شغل غلط فالشغل يقف، فناخد 10 ايام عشان نفهم المشكله حصلت ازاي وتتحل ازاي. تمام، طيب ايه هو البيم؟ ابسط حاجه خالص نقدر نتكلم فيها ان انا اعمل تمثيل لكل العناصر اللي هتبقى موجوده في الواقع. يعني لو عندنا باب لازم يكون الباب ده موجود في قلب الموديل بتاعي، ولما اعمل سيلكت عليه يجيب لي كل المعلومات اللي خاصه بالعنصر دوت. طبعا العناصر المقصود بيها العناصر سواء الفيزيائيه اللي هي الطول والعرض والارتفاع والخصائص بتاعته، والانفورميشن لازم الانفورميشن تكون موجودة. الباب ده مثلا مين المصنع اللي هيعمله، الباب ده الخامات الموجودة فيه قد ايه، سعره كام، كل المعلومات اللي ممكن تساعدني على ان انا اخد قرار. وده بيفيد في ايه؟ بيفيد في حاجات كتيرة جدا. لو في اي لحظة حبيت
تعمل حصر لأي نوع من أنواع العناصر هتلاقي جدار جاهزة، مش تاخد منك أي وقت في الحصر. لو أنت حبيت تشوف الكلاشات بين أي عنصر وعنصر في ثواني هيقول لك كل الكلاشات اللي موجودة في الموديل دي فين، فهتوفر لك وقت كتير جدا. مجرد إن أنت عرفت فين المشكلة أو إيه هي المشكلة أنت وفرت وقت كتير جدا، نتيجة إن أنت استخدمت تكنولوجيا جديدة العالم بدأ يتجه ليها، والعالم بدأ يخليها إجباري. في دول كتير جدا على مستوى العالم زي بريطانيا، زي دول زي سنغافورة، زي أمريكا في المشاريع الحكومية، أستراليا، في دول كتير جدا أصبح إجباري إن أنت لازم عشان تاخد موافقة إن أنت تكون شغال بيم وتديهم موديل بيم مطابق للحاجة اللي اتنفذت فعلا. فأصبح الموضوع مش اختياري، في احتمال ممكن بس تلاقيه اجباري في الامارات كلها، ودلوقتي في دبي اجباري، ممكن تلاقيه في دول الخليج، ممكن تلاقيه في مصر خلال الفتره القصيره الموجوده. هو في كود فعلا موجود في مصر، كود خاص بالبيم موجود في مصر. دي ميزه البيم بقى، ان احنا الحاجه اللي احنا بنفكر فيها وصممناها هي الحاجه اللي هتنفذ، فتلاقي ده هو ده بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. اللي انت صممته هو اللي هيتنفذ. فالحاجه اللي في مرحله الديزاين هي مرحله الشوب دروينج، هي مرحله الاوبريشن او مرحله التشغيل. في الاول كنا بنضيع وقت من ده لدوت، ونضطر نعدل لوحه ديزاين عشان تنفع تتنفذ في الموقع، فشوب دروينج فيبقى عندي نوعين من اللوح، واحده فيهم تترمي وهكذا. طيب لو احنا بصينا على الشكل دوت، ده شكل اختاره جان نوبل ان هو يبقى شكل المتحف القومي في قطر، فشكل عجيب جدا. يعني هو حتى لما حط التصميم بتاع المتحف كلنا قلنا يعني ده بيهزر، ده معمول بس ايه عشان يكسب بيه المسابقه او شكل حلو، بس مش هينفع يتنفس. تمام، ويتنفس فعلا. انا رحت كتير جدا، كميه التفاصيل الكتيره جدا، مفيش قطعه ينفع تحط مكان القطعة التانية. طيب ما انا كده محتاج ان انا اعمله في المصنع، يعني لازم اعمل بري كاست ويتنفس في الموقع ويجي يتركب. بالاساليب العادية 100% كان بيترمي، يعني الحاجة بتتعمل في الموقع وبعد كده في المصنع وبعد كده تيجي الموقع نلاقيها ما تنفعش، فبنضطر ان احنا نقص او ان احنا نبدلها او نقعد نبذل جهد كتير جدا لانها مش قادرة تركب مع بعض. تمام، نرجع للمستشفى بتاعت الصين، ازاي قدروا يعملوها؟ ما هو ده محتاج ان احنا نكون مستخدمين تكنولوجيا متاكدين ان مش هتواجهنا مشكله في الموقع، لان الموقع غير مهيئ ان انا اقعد اقص وان انا اقعد اشوف القطع واخد وقت كتير جدا في اختيار الشغل. تمام، طيب من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نركز عليها ان البيم مش برامج، مش ان انا اتعلمت شويه برامج، لا، لازم في فكر موجود في تنظيم الشغل. الفكر بتاعك انت اصلا اللي انت درسته في الكليه، مفيش حد يقول لك المعلومات الكليه دي مش مهمه، لا، كل الكلام اللي انت بتدرسه في الكليه مهم ولازم هتستفاد منه اثناء الشغل بتاعك. مش ما حدش يقعد يهتم بالسوفت وير ويهمل الفكر نفسه. في برضه من ضمن النقاط الناس تقعد تتعلم 50 60 برنامج، لا، ركز على ان انت تطلع شغلك بتاعك مظبوط، ما تتعلمش خمس ست برامج بيعملوا نفس الحاجه. في ناس يقول لي انا اتعلمت كذا وكذا وكذا وعايز اتعلم ايه تاني؟ اللي انت اتعلمته حاول تتقنه. دايما الامام علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرين ما يحسن. فتخيل مثلا ان انا اتعلمت كل البرامج دي، طب وبعدين؟ ما انا مش متقن واحد فيهم، لا، انا ممكن اركز على البرنامجين اللي السوق محتاجهم، اللي انا محتاجهم في الشركه بتاعتي، ايا كان الشركه مستعمله اي برامج. اول ما بروح خلاص ببدا اطبع بدنا البرامج دي اللي انا هشتغل بيها، ودي اللي انا هطلع بيها المنتج بتاعي. البرامج كلها لو اتعلمت واحد فيهم هتلاقي التاني سهل جدا، هتلاقي التاني خلاص هو نفس الفكره. فمش بكتر البرامج، يعني دي من ضمن الاسئله اللي بتواجه كتير الواحد، ايه البرامج البرامج؟ لا، يعني ممكن تتعلم برنامج واحد بس تتقنه احسن من التشتت، وان الواحد يبقى عارف برامج كتير جدا وفي الاخر مش بيطلع المنتج اللي هو عايزه. طيب لو واحد دلوقتي لسه متخرج او هيتخرج او لسه بادئ فرص العمل وبيدور على فرص عمل كويسه، انا انصحه بالبيم، يعني هي دي اكتر حاجه مطلوبه في السوق حاليا واكتر حاجه تناسب الواحد لسه متخرج، هتخليه يفهم
الشغل عامل ازاي، تخيل الشغل كويس جدا، يبقى عارف ايه اللي هو بيتعمل، بدل ما هو ممكن يكون شغال كاد بس مش قادر يتخيل شكل المنتج النهائي. لا، انت بتعملها 3D كأنك انت موجود في الموقع، وده تعمل لك ميزة نسبية. تمام، فاحنا اللي احنا عايزين نأكد عليه ان هو مش برامج، لا، في فكرة. اللي يفرق واحد عن واحد ان هو في الكلية عنده فكرة معينة بيحاول يطبقه، وبان هو طلع على تصميمات اخرى بيحاول يطبقه. فالبيم وسيلة هتساعدك في ان انت تطبق الحاجة اللي انت عايز تعملها، هتخلي كل العناصر اللي موجودة في الموقع موجودة في الكمبيوتر، وفيها كل المعلومات اللي انت عايزها. على سبيل المثال، مثلا ده مثلا اير تيرمينال او مخرج هواء زي اللي موجود فوقينا دلوقتي. هتلاقي اول ما تعمل سيلكت هو موجود في انهي دور، السنه بتاعته المفروض كلها قد ايه، كميه الهواء اللي ماشيه قد ايه، كل المعلومات دي هتلاقي موجوده. لو انت معماري مجرد تعمل سيلكت على الباب هتلاقي معلومات خاصه بيه الباب. لو انت انشائي مجرد تعمل سيلكت على الكولوم بيبدا يجيب لك الاحمال ويجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها، مش طول وعرض وارتفاع بس، لا، معلومات انشائيه كمان. فتفكر فيها ان البيم ده عباره عن لعبه ليجو بتوصل العناصر ببعض، بتجيب قطع كده توصلها وتركبها مع بعض يطلع لك شكل المبنى، وفي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ففكر فيها كأن انت بتلعب بتستمتع بالشغل في البيم. على سبيل المثال، مثلا لو احنا عندنا كمية معلومات كتير جدا والملفات داخلة في بعض، لا، في البيم مجرد تعمل سيلكت على العنصر يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها، بدل ما انت عندك كمية بي دي افات كتيرة. لا، هو مجرد تعمل سيلكت على العنصر يروح للبي دي اف اللي انت محتاجه، تعمل سيلكت على العنصر يبدأ يجيب لك كل المعلومات الخاصة بالعنصر ده. بينما ده ما ينفعش في الكاد، ما ينفعش ان انا اعمل سيلكت على لاين واقول له الخط ده ايه، مش هيعرف. يعني الحاجة الوحيدة اللي بيعرفها اسم اللير، وممكن تحط حاجة مش على اللاير بتاعتها. يعني سهل جدا تحط الدور على لير الحائط او الوول فتعمل لخبطه، انما هنا مستحيل. يعني شغل بيم كل حاجه تتحط في الحاجه بتاعتها، وكل حاجه تحط المعلومات بتاعتها معاها، فبتلاقي كل المعلومات اللي انت تحتاجها في العالم الواقعي، اتخاذ القرار، كل السبسكيشن، كل الدوكيومنتيشن، كل الصور، كل الاي دي اللي انت ممكن تحتاجها موجوده في قلب الملف، ما تضطرش تقعد تلف هنا وهنا وهنا. ملف البيم تقدر بعد ما يخلص ان انت تعمل منه الحصر، تقدر تعمل منه ديزاين اناليسيز، تقدر تعمل منه كراش ديتكشن، تعرف اماكن المشاكل الموجوده فين، تقدر تعمل منه تحليل انشائي. كنا الاول نعمل موديل هنا ونروح مثلا، لو انت عايز تعمل تحليل للرياح تعمل موديل خاص بالبرامج بتاعت الرياح، لو عايز تعمل موديل للشمس او للظل تعمل له موديل خاص بيه، تدخل البرنامج وتقعد تعمل موديل، والبرنامج مركز على موضوع التحليل مش مركز على موضوع الموديلنج، فتلاقي بياخد منك وقت كتير جدا وجهد كتير جدا عشان تعمل الموديل. ولو حصل اي تعديل تضطر تخش على كل برنامج فيهم تعمل التعديل دوت، فكان الشغل مرهق جدا. دلوقتي اصبح الموديل تاخده وتروح مدخله على اي برنامج، مثلا سي اف دي يطلع لي سي اف دي على طول، حركه الهواء تبقى عامله ازاي، تدخله على البرنامج بس الخاص بالشمس والرياح يبدا يجيب لي المعلومات دي. فاصبح في تكامل بين برامج البيم وبين البرامج بتاع ديزاين اناليسيز وبرامج التحليل الانشائي، تحليل الحراره، كل البرامج اللي موجوده في السوق اصبح حاليا سهل ان انا اخد من البيم واديله بتاعت المعلومات للبرامج ديت فيبدا يجيب لي المعلومات في ثواني، ما بقتش اخد وقت خالص في ان انا اعمل موديل هناك، لا، هو بياخد الموديل جاهز ويبدا يديني الاوتبوت على طول. واصبح برامج البيم تتكامل مع البرامج او الانظمه المختلفه، سواء مثلا الجي اي اس بقى اصبح البيب بيتكلم معاه، البي اس بيلدنج اوتوميشن سيستم بيتكلم معاه، الانرجي مانجمنت سيستم بيتكلم معاه، الاي ار بي ده نظام خاص باداره الشركات والمخازن والحاجات ديت. فاصبح على طول ممكن مثلا انا عامل الشغل بتاعي في البيم، فاوتوماتيك من برامج البيم زي ما البيم بي بيقول ان انا لازم استخدم البيم بالذات في مرحله في موضوع البريكيورمنت، الحاجة دي أنا محتاجها في شهر 3، أنا محتاج مثلا أبواب معينة أو شبابيك معينة في شهر 3 في المشروع الفلاني، فيبعت المخازن. هل إحنا عندنا الحاجات ديت؟ أوتوماتيك من غير حاجة خالص، أوتوماتيك هو عارف التواريخ من الفور دي في البيم،
فيبعت. هل احنا عندنا الحاجه دي؟ لو مش عندنا طب مين الموردين اللي ممكن يوردوا الحاجات دي؟ فلان وفلان. فنبعت نقول لهم احنا عايزين الحاجات دي. كل الحاجات دي تتم اوتوماتيك بين برامج البيم وبين الاي ار بي. فالبيم في اصبح كانك انت مثلا عملت المشروع ده قبل كده وطلب منك تكرره تاني، فانت عندك كل المعلومات الخاصه ب الحصر، خاصه بالمشاكل اللي ممكن تحصل، خاصه باي حاجه ممكن تحصل في المشروع، كانك انت عملت المشروع ده كذا مره قبل كده، فكل الداتا معاك. فعندك كميه كتيره من الداتا، والناس كلها تقدر، اطراف المشروع كلهم يقدروا يدخلوا وياخدوا المعلومه ابديتد من الموديل. فاحنا هنقدر نستخدم البيم في فيجواليزيشن، بيطلع شغل شكله جميل جدا، بنطلع حاجه ما فيهاش مشاكل، تنزل الموقع تنفذ. يعني بيجي لنا رسائل من المقاول، احنا كنا على طول تجي لنا اللوح ويبقى فيها مشاكل ونبعت لكم RFI. المره دي الموضوع جميل. الفكره ديزاين فاليديشن، دي من ضمن الحاجات الجميله ان انت ممكن تتاكد من الشغل بتاعك. دلوقتي قريبا جدا هتلاقي ان البيم فيه الاكواد كلها، مش لازم تقعد تحفظ الكود. فيقول لك مثلا ترسم حاجه يقول لك خلي بالك ده غير مطابق للكود، يعني مثلا رسمت ممر معين فهو اوتوماتيك بيعمل فاليديشن على الشغل بتاعك، فيقول لك الممر دوت غير مطابق للكود، المفروض مثلا متر ونص انت عامله متر، خلي بالك انت راسم السلالم بعيده عن ابعد نقطه، ففي كده مشكله لو حصل حريق انك مش هتقدر توصل 15 متر. فهو يبدا يعمل لك تشيك على الشغل بتاعك ويقول لك اذا كان مطابق للكود ولا هتبقى فيه مشكله في الاستلامات. ده قريب جدا ان شاء الله. فالبيم هيفيد كل الناس اللي شغاله في المشروع، واكتر واحد طبعا هيستفاد الملك، ان هو هيوفر وقته وهيوفر التكلفه وهياخد جوده اعلى. يعني كان عندنا مثلث كده، هو خلاص المثلث ده اتحل، يقول لك ايه لو انت قللت الوقت التكلفة هتزيد، لو قللت الوقت والتكلفة الجودة هتبقى قليلة. فكان في مثلث كده، أصبح المثلث ده مش موجود، أصبح إن إحنا بنقلل الوقت وبنقلل التكلفة وبنزود الجودة. فعشان كده الناس بدأت تتجه للبيم. كان بتواجهنا مشاكل كتيرة جدا، إن لوح الكاد ولوح الريفت، لوح الكاد لما بتتعدل في البلان ملوش علاقة بالسكشن، السكشن ما بتعدلش. تعدل في واحد فيهم ما تعدلش في السكادول. اصبح دلوقتي مجرد ان انت تعدل في الشباك، تعدل في البلان، تعدل في السكشن، تعدل في الاليفيشن، تعدل في السكادول، اي واحد فيهم بتعدل فيه يتعدل فيهم كلهم في نفس اللحظه. فمبقاش ابعت لوح البلان غير السكشن، فالراجل يقعد يبص انا المفروض اطبق اني واحد فيهم. لا، اصبح مجرد ان انت تعدل في واحد فيهم تعدل فيهم كلهم، ولو عملت سيلكت على اي عنصر يبدا بقى يجيب لي المعلومات، مش بيجيب لي الطول والعرض بس، لا ده بيجيب لي كميه سي او 2 لان اصبح فيها اكواد كتير بتطلبها، اليو فاليو، البروبرتيز، الكوست، البرامتر، اليو ار ال، الموقع بتاعها، الملفات البي دي اف الخاصه بيها، الليست اوف برامتر بتاعتها. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده في قلب الموديل بتاعك. فالبيم مش برنامج، هو فكره او ميثودولوجي. على سبيل المثال مثلا المبنى دوت لو عملت سيلكت على الروف هيبدا يجيب لي كل الليارات بتاعه الروف، هيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بالوول، يبدا يجيب لي حاجات المعلومات الخاصه بكيرتن وول، فاقدر ان انا اعرف كل ما انا عايزها واقدر اتخذ القرار. من ضمن الحاجات الجميله جدا الموضوع ان هو ربط صناعه الكونستراكشن بصناعات كتيره او بتكنولوجيات كتيره جدا، زي مثلا الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. فمجرد ان انا البس نظاره ابدا شايف الموقع عامل ازاي، ده يفيدني كتير جدا، لان الملك ساعات بيبص على لوح الاوتوكاد فمبقاش فاهم ايه اللي مطلوب، انما لما يلبس النظاره الاوجمانتد رياليتي او فيرتشوال رياليتي فيقدر يتخيل شكل المبنى، ولو عنده اي تعديلات يقولها. ساعات ما بيقولناش اي تعديلات غير لما المشروع كله يخلص، يبدا يقول لا ده انا مش عايز الغرفه دي كده، ده انا عايزك تفتح لي الغرفتين دول على بعض، او عايزك تلغي دي. فيبقى في رو اوردر كتير بعد ما عملنا المبنى، انما دلوقتي يلبس النظاره يبدا يشوف. دي تكنولوجيا ما كانتش هتبقى موجوده او ما كانتش هترتبط بتكنولوجيا الكونستراكشن غير من خلال تكنولوجيا البيم. برضو في حاجه تانية، موضوع البرنتر 3 دي.
ان انا دلوقتي على طول اقدر اطبع اي حاجه بسهوله جدا، بمجرد ان انا عندي الموديل بعمل سيلكت عليه واقول له اطبعه لي، تمام. وده من ضمن الحلول اللي عملوها في المستشفى الالبان في 10 ايام، تمام. هم عندهم التصميم جاهز ومتاكدين ان مفيش اي اخطاء، يعني مش هم بيبنوا بيصمموا، لا هو التصميم معمول جاهز لان المستشفى اتعملت قبل كده او معمول مثلا بموديل البيم، وعندهم المصنع عمل الحاجات دي جاهزه فبياخدها بيركبها على طول، واصبح يقدر يطبع مبنى كامل، في مباني كامله، في مبنى طبع في دبي، المبنى كله طبع، مش طبع موديل نموذج، لا المبنى كله بأبعاده الحقيقيه الطبع، والناس ساكنه فيه والناس تدخل فيه عادي، مفيش اي مشكله خالص. طيب دي من ضمن القوه بقى بتاعت البيم. في حاجه اسمها جنريتيف ديزاين. الجنريتيف ديزاين دوت مش البيم اللي اخترعه ولا الكمبيوتر اخترعه، هو موجود من زمان جدا بس كان بياخد وقت كتير جدا، انما اصبح في خلال البيم بيتم في خلال ثواني. ده مثلا مبنى في الكويت عامل نورمال فوستر، هو عمل مبنى واحد بس، عمل مبنى واحد بس، وبعد كده من خلال البيم بيحط فيه محددات معينه، والمحددات دي تقدر تتغير، يعني مثلا ارتفاع الدور 3 متر، طب خليها 3 متر 20، خليها 3 متر 30، طب الزاويه دي بدل ما هي 20 خليها 30، طب اعمل لي مثلا هنا غير الزاويه دي، طب غير لي الحته اللي فوق ديت، وهكذا، بدل ما هي محدبه دي غير. فكل المحددات دي في ثواني بتتعمل، وفي ثواني ممكن تخش على برامج تحليل ويبدا يختار افضل تصميم فيهم. كل الحاجات دي مش في وقت اللي تحسش فيه، 5 ثواني يقدر يعمل لك 100 موديل بتصميمات مختلفه ويطلع لك افضل تصميم فيهم. اللي حصل الناس بتوع بنك الكويت راحوا هناك فلقوا غرفه كده فيها 100 موديل موجود، كان المهندس الكبير استاذنا كلنا نورمان فوستر عملوا كلهم، هو عمل واحد بس والناس اشتغلت عليه والبرامج بدات تعمل حاجات زي كده، واستخدموا البرينتر 3 دي في ان هو يطبع لهم ال 100 شكل دول وهم يختاروا الشكل منهم، ده الشكل اللي موجود فعلا، تمام. ده مثلا في الجينيريتيف ديزاين كان عندنا الواجهه ديت وقدرنا ان احنا نعملها بحيث يطلع لنا بالشكل الجميل دوت، مفيش فتحتين زي بعض زي ما انت شايف. ده دي من خلال تطبيق البيم والتكنولوجيا زي ما انت شايف اهوت، بنعدل مثلا الويتس كله بيتعدل. تخيل ان انت مثلا شغال بالانظمه القديمه وبتعدل، مثلا طلب منك بعد ما عملت التصميم كله بتاع البرج يقول لك لا بدل ما هو 3 متر 20 خليه 3 متر 22، انا بحب 22 عشان ابو تريك، ايه اللي هيحصل؟ اضطر تعيد التصميم كله من اول وجديد، واضطر تعدل واحده واحده وخطوط وقصص طويله جدا. هنا لا، مجرد ان انت بتحرك بس البارامتر كده بتلاقي كل التصميم اختلف وكل التصميم متعدل على الحاجه اللي انت عايزها. فمن اجل كده خلاص البيم اصبح اجباري في دول كتير جدا زي ما انت شايف، تقريبا في الوطن العربي اصبح اجباري في مشاريع معينه حكوميه، في الامارات في دبي بيبقى اصبح اجباري، في قطر في الحاجات الحكوميه لازم تتعمل بيم، في مصر هنا في مشاريع كتيره جدا كان اساسي انها تتعمل بيم، زي مول مصر، زي المتحف، في العالمين، في كذا مشروع تعملوا بيم، تمام. ده مثلا بعض المشاريع اللي انا اشتغلت فيها، ويعني اتمنى يعني اللي يعمل السي في بتاعه يعمل بورتفوليو بصور المشاريع اللي هو اشتغل فيها، وكل صوره تضيف حاجه للسي في والبورتفوليو. مثلا لو عملت 10 فلل ما تحطش 10 فلل، حط واحده بس، يعني كل صفحه بتضيف معلومه. يعني هنا مثلا كل صوره من دول بتدل ان انا اشتغلت في نوع معين من المشاريع. هنا مثلا مول قطر كان مشروع ضخم جدا فكان محتاج تنظيم، هنا كان فيه محتاج شغل في التصميم في الواجهه، وان احنا نحل المشاكل بين السبيسز المختلفه وهكذا. يعني مثلا دي في الانفرا مساحه واسعه وبدانا نشتغل فيها. هنا يعني ضفنا البعد الرابع، هنا عندي برجين كل واحد فيهم فيه فكره مختلفه عن التاني. شكرا لكم، وانا سعيد بان كان عندي فرصه اللقاء معاكم، وجزاكم الله كل خير.